ايه الاخبار يا ناس؟ حلو، عاملين ايه؟ اهلا بيكم فيديو النهارده من قناه بيستي ومنبه. بص يا جماعه، انا مش عارف ليه قررت اعمل كده، بس انا قررت اعمل في نفسي حاجه وحشه قوي. قررت ان انا احاول العب في القناه دي جولفنج اوفر ات وجيتنج اوفر ات الاثنين. النهارده هنلعب جولفنج اوفر ات، ماشي؟ ليه؟ زهق تقريبا. والله مش عارف، والله ما عارف، والله ما عارف انا ليه بعمل كده. خلونا نجيب اللعبه وخلونا ندوس بلاي وابدا المنب. ايه ده؟ انا ما لعبتش قبل كده اصلا. بلاي. ايه ده؟ هو انا لعبت اللعبه دي قبل كده؟ انا ما لعبتش اللعبه دي قبل كده. انا شفتها في ستريم لجامايكا. ما لعبتش قبل كده. ماشي، ستارت من اللعبه. بص يا جماعه، فكره اللعبه ايه؟ معانا كره جولف وممكن نعملها كده. هدفنا ايه؟ هدفنا نوصل لاعلى مكان. طب ايه المشكله في اللعبه؟ فاكرين اللعبه بتاعت الراجل على قدره الفول؟ نفس العصبيه بالظبط ان شاء الله. ف اهلا بيكم في ستريم النهارده، او فيديو النهارده قصدي. هنتعصب مع بعضينا، فربنا يستر. ايه بقى؟ يعني نقعد كتير ولا ايه؟ او ماي جاد، الفيديو ده هيبقى طويل قوي صح؟ والله العظيم الفيديو ده هيبقى طويل قوي قوي قوي، مش كده؟ اوكي ماشي. هوبا، لا ده احنا جامدين. مش عارف جامايكا مصعب الموضوع ليه. او ماي جاد، والله مش عارف جامايكا مصعب الموضوع ليه. ايه دي؟ خلينا كده شويه. طب خلينا كده شويه. لو ضربنا كده جامد هنلف الورق. لا مش هنلف الورق. اوكي طب احنا عايزين نرجع كده. احنا ممكن نتحكم في قوة الضربة. ده ازاي حصل كده؟ ماشي، هي كده وبعد كده نعمل كده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. احنا هنتوجع النهارده، هنتضايق النهارده والله العظيم. ماشي، ايوه اهو، ايوه. الحمد لله ما وقعتش ورا خالص. كده بس كده. اوكي ماشي، كده عاملين ايه؟ كده ايوه كده، وبعدين راح عاملين ايه؟ كده. الله اكبر عليك يا ابو البستيد. اوكي دلوقتي بقى ايه بقى؟ دلوقتي ايه؟ دلوقتي اعمل كده وبعدين كده وبعدين كده. اوه ها، راح فين؟ ايه ده؟ تمام، سكرين شوت. اوه اوكي، مش بالبشاعه اللي انا توقعتها الصراحه. افتكرتها. خلينا نبدا من الاول خالص. اما لما العب جيتنج اوفر هتحس بايه؟ والله ايوه بس كده. اوكي دلوقتي بقى نعمل كده. هو انا بعمل حاجه غلط ولا ايه؟ طب نعملها كده شويه. اوكي هي مش عايز تيجي، فاحنا تقريبا عايزين نطلع هنا الاول. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه المكان ده؟ هو انا ما لعبتش اللعبه دي قبل كده، متاكد. هو انا ما كنتش عند البدايه لما بدانا، ولا انا لعبتها اجرب مثلا؟ ده انا ممكن اضرب انا في الهواء. او ماي جاد. اوكي احنا ممكن نعمل كده. بص كده كده، فاهمين؟ اوكي ده انا ما اعرفش والله. ماشي 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 كده، اللعبه اتغيرت بالنسبه لي. انا لعبت اللعبه دي قبل كده، لعبت اللعبه دي قبل كده، افتكرت دلوقتي. لعبتها قبل كده عشان بس اجربها، بس كنت شفتها في ستريم وكان جامايكا بيعملها على بي ال جي باين، فقلت نفسي اوكي اللعبه دي شكلها ايه، تيجي في ستريم في مره. وبعد كده حسيت ان انا لو فتحتها في ستريم هتخانق مع الشات، فقلت بلاش. لقد تذكرت الان، لقد تذكرت الان. اوكي والله العظيم اليوتيوبر الحساس الرهيف رزق حاسس بيكو، عارف ان انا ممكن اتخانق معاكم وابهدلكم، تقعدوا بقى تعيطوا بقى وبتاع، وتقعدوا تقولوا بيستي بيتنمر علينا وبتاع، فبقول بلاش. من الاخر، طول ما الكره لونها ابيض انا ممكن اضربها تاني. طول ما الكره ما لمستش حاجه، بص طول ما الكره ما لمستش حاجه انا ممكن اضربها تاني. اوكي اوكي والقوة الضربه بتتغير بعدين. ماشي، بس ده ما يمنعش ان اللعبه صعبه، ده ما يمنعش ان اللعبه صعبه جدا جدا جدا. هل في حد بيتفرج لغايه دلوقتي؟ هل في حد بيتفرج وبيشد في شعره زيي؟ او يعني عايز يعيط كده؟ ماي جاد. او ماي جاد. استنى كده. او ماي جاد. بحاول بس افهم بس يا جماعه، احنا اخرنا فين بالضرب؟ اوكي وقفنا اهو في الحته اللي انا عايزها. نعمل بقى كده. حلو قوي. بعدين نعمل كده. كده. الله عليك يا ابو البستيد.
لعبتكم سهله، لعبتكم سهله. اوكي الحصان ابو طفيله ده، ماشي نعمل كده. لا 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 ربي اني لا اترك رد القضاء لكني اتكلم في لا بدات تتعبني جامد. ما تستنوش جيتنج اوفر ات قريب يعني، انا طالما دي هتعمل فيا كده فاظن ان جيتنج اوفر ات عشان العبها قدامي بقى ايه شهور وشهور، ده لو مش سنين، عشان بس حد يقول لي لعبه جيتنج اوفر ات فين يا بيستي. لا خلاص انت شايف اللي بيحصل فيها دلوقتي، ده كفيل ان انا ما ارجعش جيتنج اوفر ات بعد اللي حصل لي فيها. ماشي هي الحته دي سهله نسبيا. ماشي ماشي اوكي. لا ايه اللي فصل؟ الدراع. اوكي اوكي افتكرت الماوس مش عارف ازاي. ايوه اهدى ماشي مش مشكله مش مشكله. فداك 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 فداك. اطلع بقى هنا، رجعنا تاني للحته بتاعت الشابل. اوكي وقفنا. ما وقفناش. اوكي وقفنا اهو ماشي كويس. لا مش كويس. ها يو الحمد لله الحمد لله ماشي. ايوه كويس قوي. هنا بص بقى، هنا نعمل كده كده بس اهي سهل، طلعت سهله. اهدى بقى بالبسيط، اهدى بالبسيط. اوكي والله العظيم اقسم بالله انا عايزكم تركزوا على وشي وانا بقى مش عارف انا هوصل لفين في الوقعه. الحمد لله. او ماي جاد. اشرب ميه بس. او ماي جاد. ماشي اوكي 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 وي كان دو ذس. اتس فيرلي سمبل ان احنا نعمل اللي انا بعمله ده. تلاقوش لا تقلقون. ماشي اوكي. ها 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 ها. او ماي جاد. ماشي اوكي. بص بقى المهارة بقى، بص المهارة بقى. اللعبة دي الواحد وهو بيعمل لها ستريم او فيديو المفروض يقول ايه؟ ما المفروض يركز ويقعد ساكت. ازاي؟ اوكي دي اول حتة عصبية تطلع مني. ازاي؟ ازاي يا جماعة يحصل كده يا جماعة؟ يوه يلا مش مشكلة. مش نعمل كده؟ نعمل كده. هوبا 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 هوبا. اوكي كويس كويس. ليه ما ينفعش بقى اللعبة كلها كده بقى زي الحتة دي؟ يعني سهلة وبسيطة كده. برضو؟ طبعا أنا عارف إن في ناس هتبقى قاعدة تتفرج وتقول إيه هو ليه مستصعب اللعبة؟ اللعبة سهلة جدا. أو مثلا يتفرجوا على جامايكا بيقولوا طب ما جامايكا بيلعبها كويس. لا بص هو جامايكا لعبها كتير. يعني برضو خلينا متفقين إن هو لعبها كتير وأنا شفته بيشتم في الأول يعني بيتعصب من كل حاجة في اللعبة حرفيا. فكلنا بنبدأ من مكان ما. بس غير كده هي اللعبة صعبة. لا هي فعلا لعبة صعبة. يعني انك تعرف انت تروح فين هي محتاجة لها هاك. اوه ماي جاد الحمد لله. اوه ماي جاد الحمد لله. انا بستغبل ايه؟ بستغبل بستهبل ليه والله؟ اوكي انا بستهبل فعلا. ايوه بس بس ايه دي؟ ماشي. عايزين بقى نعدي الحصان ده بس. الله! اوكي نوصل بقى للايجل ده. ايه ده؟ لا بليز. الحمد لله. انا موافق، انا الوقعه دي انا موافق عليها. اوكي الوقعه دي انا موافق عليها. ماشي ماشي كويس كويس قوي كده كده الحمد لله ما باظتش كده. ها الحمد لله. ماشي
ممكن بقى تركز معايا بقى بليز اهو بس كده بس كده. ماشي هوبا 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 بليز لا بليز لا بليز لا. الحمد لله اوكي عايزين نعدي الحصان بس لو عدينا حصان انا هعتبر ده ايه انتصار في الفيديو ده والله العظيم هعتبره انتصار قوي يعني ماشي هوبا هوبا ايه ده الهوبا التانية ما اشتغلتش بس مش مشكلة اوكي نعمل بقى كده 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 ها اوكي الفيل الله الله الحمد لله الحمد لله لسه هقول الله اكبر بقى والله اكبر دائما وابدا ولكن لسه هقول الله اكبر ان احنا نجحنا يعني كانديكيشن ان احنا نجحنا وكنا هنلبس الحيط فالحمد لله على كل شيء ماشي ايوه بليز امسك نفسك اوكي ها فضل الدقيقه دي بقى وات عدى 11 دقيقه بس ايه الهبل ده ايه الهبل ده او ماي جاد يا رب الضغط والسكر هو انا لو قفلت الفيديو بدري يحصل حاجه والله ما يجرى حاجه والله انا مش عارف اعدي الحته بتاعت المطب اساسا او ماي جاد يا رب يا لهوي طول ما الكره سودا يا جماعه ما اقدرش اضربها عشان بس برضه تبقوا مركزين معايا ماشي الحمد لله عدينا الحته دي الحمد لله اوكي ايوه 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 مش عايز بقى الكومنتات بقى بتاعت هو بيستي لو عامل كده في اللعبه دي امال هيعمل ايه في جيتنج اوفر ريت خيو 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 ما انا عايز جيتنج اوفر ريت برضه يعني فاهم اللي هو ايه يعني مش ميستري الموضوع مش غامض فاهم يعني عشان بس ما تبقاش ايه داخل تكتب كومنت امال لو بيستي لعب كذا هيعمل ايه ها لا لعبت وحصل نفس اللي بيحصل هنا بالظبط مش فارقه نوع اللعب ده مستفز بشكل عام والعالم مش محتاج نوع اكتر او يعني مش محتاج زيادات من النوع ده هو كفايه دي والثانيه وخلاص ماشي حلو لغايه دلوقتي في احتراف ماشي شفتوا الاحتراف اه انا بقى كده ها 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 اوكي ايه يا عمي ايه رايح فين رايح فين والله ماشي اوكي دي سهلة دي ايه ده كده بس حلو كده الفيل بقى هو اوكي الثعلب بقى ماشي 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 الثعلب تاني والله العظيم ما اعرف ايه اللي حصل انا مش عارف الكرة اتحولت اسود ليه انا حقيقي مش عارف الكرة اتحولت مش عارف هي خبطت في الحتة اللي فاتت دي والله العظيم بصوت الويز اللي بيطلع فوق ده يا عم بقى ها الحمد لله اوكي الماوس كان هيقع مع الترابيزه اصلا ماشي ما كانش قصدي اعمل كده خالص بس موافق اجا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ماشي اوكي بص 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 حياة بص حياة بص طعمه بص شعبه ماشي بس ايه ده ايه ده بقى ايه ده ايه ده ايه ده بالبستيت يا جماعه عدى ربع ساعه الفيديو عدى نص الفيديو انتوا فاهمين ده كل الاكتيفيتيز كل النشاطات اللي حصلت في الفيديو ده لغايه دلوقتي دي في نص ساعه دي في ربع ساعه بس كل اللي حصل في الفيديو ده لغايه دلوقتي ربع ساعه بس من حياتي
ربع ساعه من حياتي مش ترجع لي يعني، دي خلاص دي مش بتاعتي خلاص. ماشي حلو 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 جميل. الحصان بقى الله ياخدك الله ياخدك. انا هبعت لدنيا قلب ولا حاجة ممكن يهديني شوية نفسيا بس كده. المهم يعني وانا بصور الفيديو ده النهاردة في حاجة جميلة جدا هتحصل في عمان، او مش في عمان، او في العالم كله. انا بصور الفيديو ده يوم 12 اغسطس تمام، في تمام الساعة 6:12 بتوقيت مسقط ماشي، اللي هي عمان يعني. فا ايه بقى اللي هيحصل مميز النهاردة؟ النهاردة الساعة 10 بالليل، هو الحظر بيبدأ الساعة 10، فكان نفسي اعمل الحوار ده مع اهلي بس للأسف هعمله لوحدي، احنا عندنا حظر لسه تجوال. ولكن النهاردة الساعة 10 بالليل هطلع فوق السطوح بتاع بيتنا ماشي، فوق سطوح العمارة، معايا بلانكت او يعني غطا، مش عشان الحر لا، عشان هقعد عليها البلانكت. وهعمل ايه بقى؟ هعمل حاجة جامدة جدا، هتفرج على المذنبات اللي هتنزل النهارده. النهارده يا جماعه هو الموضوع ده مستمر على فكره شويه، بدوروا عليه في جوجل. لما المفروض لو بصيتوا في السماء هتلاقوا في شوتينج ستارز، او في يعني في مذنبات اللي هي النجوم اللي بتمشي في السماء دي. ف اسمه ايه ده؟ الموضوع ده مش عارف الصراحه موجود في بقيه الدول ولا لا، في مصر مثلا، في السعوديه، في الاماكن الناس بتتفرج عليها منها. بس اللي اعرفه ان عمان من البلاد المحظوظه جدا ان هي هيبقى فيها بالدرون زي انت واقف عليها دي. الله يبارك لك والله العظيم، بنت حلال اقسم بالله انقذتني، والله انقذتني. هيبقى فيها رؤيه حلوه جدا للموضوع ده. مشكلتي بقى في ايه بقى؟ مشكلتي انا قلقان شويه، الحمد لله. مشكلتي انا قلقان شويه لان الدنيا النهارده مغيمه. ف ايه ده؟ يوقف على ايه؟ طيب فيها ايه المشكله يعني يا بيست؟ الدنيا مغيمه. مشكلتي ان الدنيا مغيمه ان احتمال ما يكونش فيه رؤية كويسة للمذنبات. احنا اصلا 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 السنة الهجرية الجديدة عندنا كانوا عايزين يعملوا الرؤية بتاعتها ما عرفوش من الغيوم. الدنيا غيمة قوي جامد عندنا جدا يعني الفترة دي، وامطار بقى وكده. فاتمنى مع ان المطر خير يعني، بس اتمنى المرة دي بس، لان برضو دي هكذا الواحد نفسه يتفرج عليها في الحقيقة. اتمنى الدنيا ما تكونش مغيمة بالليل. الحمد لله الحمد لله. ماشي ايه ده بس؟ اوكي بص يا جماعه، هنهدى هنا. احنا بقى قد ايه؟ 18 دقيقه. هو مش من شويه كان 18 دقيقه؟ هنهدى شويه وهنحاول نركز في الحته دي. هي حته الحصان دي اصعب حته على فكره. انا ما اعرفش ايه اللي حصل دلوقتي ده على فكره. الحمد لله طرطفت الشجره انقذتني، الحمد لله. ايه اللي انا عملته؟ ماشي انا جيت اسكسكها شويه، قلت لنفسي ايه يا ابو البستيت، خليك ذكي، ليه تعمل الصعب لما ممكن تعمل السهل؟ اهو اللي حصل دلوقتي ده هو السهل، والله العظيم والله العظيم ده كان المفروض هو السهل. اما ده بصوا اللي ملاحظه في اللعبه ان فيها ليرنينج كيرف كويس، يعني انت بتتعلم. والله انا لو ضربت الكره دلوقتي كده هتمشي المسافه دي، فاهمين؟ فده كويس يعني مقارنه ببنت فوري دي اسهل شويه اللي هي بتاع جيتنج اوفر ات يعني. فقشطه مش بالوحشه اللي احنا متوقعينها. هل هتلعبها تاني يا ابو البسيط؟ لا والله، لا والله ما هلعبها غير لو ايه بقى مزاجي جاب قوي ان انا اتعصب عادي او ان انا كده. بس لا يعني انا دلوقتي بقول لكم انا بسجلها وانا مذاكر ايه متضايق، والله بوظت لي يومي، ما بهزرش مش ببالغ والله. الاستفزاز بتاع اللعبه مرحلته بتخليك يعني تسترزل الحياه كده، والحياه جميله. هوبا ايه اللي انا عملته ده؟ الحياة شيء جميل طول ما انت بترضى بقليلك، الحياة جميلة طول ما انت بتدور على اكتر واكتر واكتر من الحياة، فانت مش عارف ايه لازمتنا في الحياة. احنا على الارض دي ليه؟ عشان نعمرها. نعمرها ازاي؟ انت مثلا، لان في ناس فاهمة تقريبا ان تعمير الارض
هو انك تبني عماره او تزرع شجره وخلاص، لا يعني في حاجات كتيره ليها علاقه بتعمير الارض. انت كبني ادم ليك دور في المجتمع اللي هو بيسموه الشغل. انا دوري ايه في المجتمع؟ واحد يومه طويل، واحد مثلا لا تسي مثلا ايه، في مثلا مهندس او طالب جامعي او طالب ثانوي او ايا كان يومه وحش. الواحد لما بيكون يومه وحش ادائه مش بيكون احسن حاجه. انا هدفي او دوري ان اضحك الشخص ده وارسم البسمه على وشه، تمام؟ بس انا محتاج اللي يرسم البسمه على وشي. انا ارسم البسمه على وشه، طب هو يعني ايه انا ارسم البسمه على وشه؟ ده هيفيدنا في ايه؟ مثلا لو مهندس، مهندس اوكي، مهندس او مثلا مش مهندس، طبيب عنده عمليه جراحيه مهمه على مثلا ايه، على مثلا راجل مش مشكله على مين، عنده عمليه جراحيه ماشي ومزاجه مش رايق، تركيزه مش هيبقى 100%. انا هضحكه تركيزه هيبقى 100%، هيعمل العمليه، الراجل هيعيش. ممكن يكون الراجل ده مهندس معماري، هو اللي بيبني عماره معينه، العماره تتبني، تم تعمير الارض بنجاح، وانا بقى ايه اروح انط من فوق ال اي مرجيحه مثلا، مش عايز اقول حاجه عاليه بس عشان ايه ما بقاش بشجع حد انه يعمل حاجه غريبه، مش عارف والله، مش عارف اللعبه دي كده. بس المهم يعني كل واحد في الحياه وليه دوره. يعني مثلا لو حد قال لك وانت كيوتيوبر كده، انت ايه يا عم التفاهه اللي انت بتعملها دي وانت ما بتفيدش حاجه في المجتمع وبتاع ومش عارف ايه وكده، لا انت لو خليت واحد شخص واحد بس يضحك، الشخص ده ممكن يخلي شخص واحد تاني يضحك. اسمه باترفلاي ايفكت. ايه الباترفلاي ايفكت ده؟ بيقول لك ان ممكن فراشه ترفرف جناحها تتسبب في عاصفه كبيره برفرف الجناح. ماشي، انت بقى انت الفراشه دي، ضحكك هي جناحتك. فاضل 8 دقايق واقفل اللعبه دي واقفل القناه. تعرفين انا فكرت ان انا اقفل القناه دي، قلت لنفسي هل القناه دي ليها هيبقى ليها نهايه؟ هل هيبقى في نهايه لفيستي ومنافي دي؟ هل خلاص؟ لان الدعم عليها قل جدا طبعا، ماشي؟ فقعدت افكر، اصل ايه فكره القناه دي بقت ليه؟ القناه دي مش بادئه عشان اجيب مشتركين، ومش عشان اجيب فلوس، ومش عشان اجيب اي حاجه، ماشي؟ هي دخل زياده ليا، بالنسبه لي رزق زياده، فالحمد لله على كل شيء، ماشي؟ بس انا مش من نوع الناس اللي بيحب يبقى عنده فلوس كتير. يعني مثلا لو في مصدر دخل زياده، بس مصدر الدخل الزياده ده مش هو اللي بياكلني عيش، انا مش عايزه. انا مش عايز ابقى غني، ماشي؟ الغنى غنى النفس، الفلوس دي تولع بجاز. يعني انا مش عايز فلوس، انا عارف ان في ناس كتير محتاجه فلوس في الحياه وكده، وده بيبقى رزق ربنا لينا، هو ربنا اللي بيخلينا. انا من كتر ما انا عندي قناعه نفسيه دلوقتي مش متضايق، انا وقعت. ربنا بيدينا الحاجه اللي مكتوب لنا، وبعدين احنا بنتعامل مع اللي مكتوب لنا. يعني مثلا ممكن واحد مثلا يكون معهوش فلوس كتير، بس ما يسرقش ويبقى عارف ربنا كويس، وينتهي بين مطاف الجنه، ويعيش حياه احلى من الحياه اللي كان عايشها دلوقتي هنا. المهم يعني، فانا مقتنع ان الفلوس دي، يعني الناس اللي هي بتدور على المال دايما، وبتحاول ان هي تبقى اغنى حد في العالم بقى، او اغنى حد في اصحابها، او ان هي تشتري عربيه غاليه او كده، انا ما بفهمش الناس دي الصراحه، والله العظيم ما بفهمش الناس دي، اقسم بالله. يمكن عشان انا اتقرصت قبل كده ايام الجامعه، وعديت على فتره ما كانش معايا فيها اي فلوس خالص. بس انا بالنسبه لي الفلوس دي عباره عن ايه؟ الفلوس دي عباره عن مثلا ايه، 95% المفروض تتصرف على، يعني او يعني اسباب الصرف الفلوس بالنسبه لي ايه؟ 95%، انا مش ببالغ بجد، بالنسبه لي انا 95% اكل وشرب وفواتيرك اللي هو اساسيات الحياه، ماشي؟ 95%، مش بقول لك بقى لو انت مثلا، يعني 95% دي بغض النظر عن انت معاك فلوس كام، ده رايي يعني، بغض النظر عن عندك فلوس كام، ماشي؟ ايه الاكل والشرب والاساسيات؟ الاكل هو الاكل حرفيا اللي هو غدا عشاء فطار، ماشي؟ انا ما اعرفش عدتهم ليه غلط كده، بس الاكل هو الاكل اللي احنا بناكل، الثلاث وجبات الاساسيين في اليوم ده الاكل، مش شيبسي، مش كيكه، مش لبان، مش حاجات دي، لا. شرب يعني ميه نظيفه، ميه صالحه للشرب، مش برده بيبسي، مش عصير، مش الكلام ده كله، ماشي؟ وبقيه الاساسيات ايه؟ الفواتير. فواتير زي ايه؟ كهرباء وميه وغاز، ماشي؟ طيب فاتوره الكهرباء دي المفروض بتبقى بتدفع على ايه؟ مش على التلفزيون، ماشي؟ ركزوا معايا في الحاجات دي عشان بقول لك حاجات مهمه جدا.
مش على التلفزيون، مش على الراديو لو حد لسه بيسمع راديو، مش على البي سي. دي مش من اساسيات الحياه، ماشي؟ دي مش من السرفايفل بيسكس. لا انا بتكلم على النور، ماشي، على الغاز عشان الطبخ، على المية عشان النظافة، الحاجات اللي من الاخر كده بتأكد لك ان صحتك تبقى كويسة، تمام، وفي نفس الوقت تعيش حياة هانئة يعني شوية. طيب 95% بقى للحاجات دي كلها. طب ال 5% اللي في الاخر دي ايه؟ حرفيا عايز تشتري تلفزيون، عايز تشتري تكييف وتشغله، يعني تشغيل تكييف برضو طبعا من الحاجات، عايز تشتري بلاي ستيشن بقى، عايز تشتري شيبسي تاكله، عايز، دي رفاهيات، دي مش اساسيات حياه، دي مش اساسيات حياه، دي رفاهيات، دي حاجات في ناس ما بتفكرش فيها. في حاجات بتقول لنفسها انا مش عايز الكلام ده، يا رب يا رب انا مش عايز كيس شيبسي، يا رب مش عايز تلفزيون، يا رب انا عايز اكل رغيف عيش وحته جبنه كل يوم مثلا. فعلا انتوا عارفين انا مستعد بجد، يعني انا ما اعرفش انتوا عارفين الموضوع ده عني ولا لا، بس انا بصراحه اوقات بدلع نفسي، يعني اوقات بشتري نفسي مثلا ايه اكله من مطعم حلو تكون غاليه 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 يعني. يعني مثلا عندنا في مطعم مثلا زي تشيليز، زي جوني روكيت، زي الحاجات دي، في ناس بتعتبر الحاجات دي مش غاليه خالص، ماشي، هم المفروض يعتبروا للطبقه المتوسطه وما فوق مش غاليه خالص، بس انا ما بحبش افكر في نفسي ان انا بالطبقه المتوسطه اللي فوق. عارفين ليه؟ لان انا ايام انجلترا في فتره كده ما كانش معايا فلوس خالص، ما كنتش عايز اطلب فلوس من اهلي، وكنت والله العظيم بمشي مسافه ما يقارب الساعه، ساعه الا ربع كده، لمطعم، مش مطعم سوري، لسوبر ماركت كده كان بيديره واحد، ايه ده، كان بيديره واحد مسلم باكستاني كده، تمام، هو زي تايم 2:07، انا ما لقيتوش ده كله والله. المهم يعني بيديره واحد باكستاني كده كان بيبيع فول، وعمري ما هنسى نوع الفول ده، كان اسمه فول يام، واي اي ام تقريبا، علب فول، انا كنت عايش عليها يا جماعه. والفتره دي على فكره كنت بعمل لكم استلامات ومبتسم في وشكم وكل حاجه، تمام. ففي الفتره دي وكنت بشتري عيش برده منه عشان كان بيبقى العيش عنده رخيص، كنت بمشي مسافه على رجلي، مسافه كبيره عشان اشتري الحاجات دي. ليه؟ لان الجنيه الاسترليني او حتى لو تعتبروه 5 جنيه مصري، 5 جنيه مصري لو وفرها في التمشيه والاكل ده بالنسبه لي كانت بالدنيا ساعتها، لان انا معيش فلوس. ف حرفيا كنت عايش على البخوليات وعلى الحاجات دي، والميه كنت جايب فلتر كده ميه عشان ما اقدرش اشتري ميه من بره، فكنت جايب فلتر ميه كده رخيص بشرب بيه ميه من حنفيه، واللي هي ميه اصلا اللي هو اهل بريستول لو انت قلت لهم انا بشرب ميه من حنفيه يقولوا لك انت بتستهبل. بس فكنت عايش كده، فبقيت احس انه يعني تخيل ان انا عندي القدره الماديه ان انا اطلب من اهلي فلوس، وان انا يعني ربنا مش واخد مني حاجه، يعني كل حاجه موجوده، بس انا كان عندي بس شويه نغزه شهامه كده ان انا مش عايز اطلب فلوس من حد، فاضطريت اعيش عيشه في ناس بتعتبرها العيشه العاديه، يعني بالعكس في ناس بتعتبرها العيشه الحلوه، اللي هو ان انت عرفت تشتري طبق الفول بتاع الفطار والعيش، دي عيشه حلوه بالنسبه لهم، ماشي. اصلا انتوا عارفين كلمه عيش دي جايه من ايه؟ عيش دي مش يعني عيش، مش يعني بريد، مش يعني خبز، العيش ده هو الاكله الاساسيه في اي بلد، ماشي. فعندنا مثلا في عمان لو قلت للسوبر قلت مثلا مش سوبر ماركت، او قلت لو قلت للسوبر ماركت او قلت للمطعم انا عايز عيش، ماشي، هيديك ايه؟ هيديك رز، ها، رز مش خبز. ليه؟ لان الحاجه الاكله الشعبيه الاساسيه في عمان الرخيصه هي الرز مش العيش، ماشي. بس فهو ده العيش هنا. فالعيش هي جايه من كلمه معيشه، اللي هي دي اساسيات العيش يعني، او اساسيات المعيشه. بس فاحنا عندنا يعني تخيل لما احنا يكون عندنا العيش هو الخبز ده هو، لان احنا عندنا الطحين كتير يعني، او عندنا الفلاور كتير، بس من زمان جدا. المهم يعني اللي بحاول اقوله يعني ايه، انت خد لك دقيقه كده بص حواليك في الاوضه اللي انت فيها دلوقتي اللي بتتفرج عليها دي، شوف حواليك ايه، هل عندك تكييف شغال؟ هل عندك في حاجه ممكن تمد ايدك تاكلها او تشربها؟ هل عندك بتتفرج عليا على جهاز لذيذ كده وشايفني كويس؟ انترنت شغال كويس؟ كل الحاجات دي، لو كل الحاجات دي عندك، ماشي، مهما كان ديانتك ايه، ماشي، يعني الاديان السماويه كلها الله واحد،
تمام؟ يعني احنا كمثلا كمسلمين مؤمنين ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي منزل المسيحيه واليهوديه، فالله واحد، يعني ربك هو ربي، ماشي؟ فاحمد ربنا، قول الحمد لله على كل شيء، قول الحمد لله على كل النعم اللي معايا، تمام؟ وبس، ده كل اللي انا بطلبه منك. وراعي غيرك، لو لقيت واحد صاحبك عنده تيشرتين ثلاثة ما بيغيرهمش حتى لو في جامعة نظيفة، ما تتريقش، ما تهزرش، احنا هنقع وقع كمان وخلاص. حقيقي بجد، لو لقيت واحد صاحبك رفيع قوي مسلوع ماشي، ما تقولوش ها انت ايه ما بتاكلش ولا ايه، ممكن يكون ما بياكلش على فكرة. قدر غيرك عشان غيرك هيقدرك في وقت تعبك وفي وقت زهقك. وقلت اف 4 وهات الكاميرا عليا، والسلام عليكم، اشوفكم في فيديو جاي، خليك كويس و باي باي.